خد يا اسطى، خد يا اسطى. هما الاثنين بيتمرجحوا كده ليه قدامي؟ مين اللي ما اتضربش الكلب؟ وسعك بوبي. يلا بينا هنخش على المنطقة الجديدة، أو يعني آخر حاجة بقى في اللعبة. يلا بينا يا عم شيتوس، هلعب بشيتوس. طبعا معايا بقى إيه العيلة كلها، الوحوش كلهم. أهو الكلب، الفار الأول بالسترايب، والتاني الكلب، والتالت بابوه، والرابع مين بقى؟ أنا بقيت التالت، تمام؟ وفي كومودو اللي هو بشرعة ده، عارفينه؟ الوحوش كلهم متجمعين ولازم اغلبهم. بعد جارد انا ملك السرعه في هذا العالم. حلو يا شيتوس. اوه 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 اجري يا ري. اوبا انا نطيت من فوق صندوق احمر. وري وري وري. هي هو الصندوقين. او علي يلا مع بابو. بابو هرم طريق ال ايه؟ هرم بابو طبعا. ايه اول طريق كان في طريق الكلب اللي هو بتاع الكلب رو، دلوقتي بقت هرم بابو اللي هو بتاع بابو. بابو اللي هو حاليا هو المركز الخامس. مش هركز في الطريق بقى، مين اللي قدامي ده؟ الكلب. لا 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 لا، لماذا فعلت هذا فعلا؟ ومين الخامس اللي اتاخر ده؟ يا بابو ده طريقك يا بابو. ملك السرعه يا عم، دوس شويه. ملك السرعه ايه بس؟ ايه الموسيقى الغريبه دي؟ يا عيني يا كومودو، معلش ما كانش قصدي يا اسطى، نطيت عليه كده اللي هو اتفجع يا عيني. يا كلب يا كلب، الموسيقى حلوة. قدامي تعالى ايها البوبي، ترمي صناديق حمراء لسه برضه فيك العادة دي. تعلم من المعلم ايها الفاشل. طب ليه ايها الفاشل؟ ليه تشتمه يا اسطى؟ طب تعلم من المعلم. ماشي، كان ليه فاشل بقى؟ ايه ده؟ ايه الضحكه دي؟ هوبا. لا حلو شيتوس ده. ملك السرعه. كان ذلك وشيكا. ونخش على ثالث طريق. هوبا بتاع كومودو، يلا بينا. يلا طريق كومودو، كومودو مركز رابع، يلا بينا. وسع يالي. الضحكة دي يا ابني. اهو هو هي هي. ماشي. ايه الديناصور اللي بيطلع ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ولا تمسحها كده؟ مش عارف، هو كلهم نفس الفصيلة غالبا يعني. قلت اخر نفسي، ما لحقتش اخر نفسي. امشي بقى عدل بقى يا اسطى، مش لازم تخش اختصار، مش
في اللف. ايه ده؟ تفاحه وتفاحتين بس. بس الصندوق اللي كان هنا لسه مكانه، نحط كمان صندوق. يا سلام يا سلام. بادي جاردي وانا الاول. يا سلام امسكها جميله قوي. خش على اللي بعده. الدرب الطائر اخر طريق في البطوله دي، يلا بينا. خد يا اسطى، خد يا اسطى. هما الاثنين بيتمرجحوا كده ليه قدامي؟ مين اللي ما اتضربش؟ الكلب. اديني بس، روح هيطير ورايا ولا ايه؟ وسعك بوبي. ايه هوبا، يا سلام يا اسطى. يا لهوي. ازاز وصناديق ملت الطريق. هوبا ملك السرعة. لا ضيعت السرعة، استنى بس. كويس كويس، ما تتفصلش هنا. طيب هعوض اهو اهو. هوبا يا سلام. حماية. يا سلام. راح فين طيب؟ انا قلت اوقع نفسي ضمان كضمان يعني، بس انا ما كنتش عارف ان انا هعدي يعني. كنت بفكر الصندوق هيفرقع فيا لان انا كنت ماشي بسرعه عاليه، وصعب ان انا اتنطط ورا بعض كتير، بس مش مشكله. عوضت برضه ومشيت ب تربو ازرق. هي 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 ايه اللي انت بتعمله بس؟ هوبا. اوكي نكون خلصنا بطولة الارجوانية، الجوهرة الارجوانية، بطولة الجوهرة الارجوانية. طيب انا جبت كراش المزيف، ويلا بينا على بطولة الجوهرة الصفراء. يخرب بيت سنانه، بتطلع منها ايه يا اسطى؟ يلا بينا كراش المزيف. ايه الاصوات دي؟ حلو حلو حلو، يلا شد شويه. هو بيعمل صوت القرود ليه كده؟ واو واو فيه. يلا اسطى شيل ده اسطى شوية، انت بطيء ليه كده؟ ايوه ماشي يلا. هو بيعمل صوت قرود اهو.
يلا يا عم حلقة التايني وريني بقى سرعتك هنا. ايه ده؟ سيبوا لي الفعل وانبع. ايوه خدوا اغلس طريق ده تعمل فيه الساعه، لان هو اصلا بيبقى فينا الواحد متبهدل فيه خالص، فكمان لما يتضرب ساعه يبطئ اكتر فكده الدنيا بتبقى ايه ده بيطير ولا ايه؟ حلوه التفاصيل الصغيره اللي هم ضافوها دي. ولا ايه؟ تعالي يا ايتها الوانبا. لا بقى لا بقى لا لا مش كل ما بقى اول وفر عنهم يبقى بعتين لي كهرباء. ايه ده؟ سابقني بيضرب صاروخ كمان. دي بنت كوكو، تعالى يا كوكو وكورتكس، يعني اللي هم الناس الاساسيه يعني. خد تعالي يا كوكو يا كوكو يا كوكو يا اخي، نطيت من فوق الصندوق. مين؟ قطة؟ تعالي يا قطة والله. خد يا كوكو. سيء سيء يا اخي وسعك. فاكرة لما تضربيني كهرباء وتعديني كده انا هسكتلك يعني ولا ايه؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ هم ليه مش عاملينه بيتكلم كده؟ ولا حد ورايا حد ورايا. الدرب الطائر مرة ثانية. هوبا بص يا ابني انا ماشي مش شايله فوق كتافي دي البت. انطلق يلا يا مزيف يلا يخرب بيتك، يعني انت مزيف ما تزيف السرعة كان خد يلا. علي حلو 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 يلا بينا اديله اديله. ما يهمنيش صواريخ. اوعى علي ولا هات الصندوق ده. حلو واحد اثنين ثلاثة. ما تروحش ما تروحش ما تروحش دلوقتي. ايوه ماشي مش مشكلة هنا مش مشكلة خلاص. ليه؟ لان انا هاخد السرعة دي اديني تربو تاني نبقى نفس الكرة.
شاء الله. هوبا لا يلا يلا يلا. من الحكمه بقى ان انا ما احطش ازاز صناديق، يعني ايه الغباء اللي انا فيه ده؟ بص بص مش مشكله هنا عشان عند اللفه الاخيره خلاص بقى. هاها دوست فرامل بطريقه خاطئه بس برضو قريب من السرعه اللي هتديني التربو. هو يلا ليه انها سرعه جنونيه يا ساده. وليه 1 2 1 2 ده جاب منين ده؟ اوه واه حطيت اوكسايد. الاربع وحوش قدامي بس يا ابني يا سلام. ايه ده اربع وحوش؟ ايه اربع وحوش؟ ايه انا بلعب مع اللعيبه يخرب بيت السطن. خد يا اسطى ايه. لا كراش ده مش سريع. يلا ليه يلا ليه. حلو 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 يلا بينا. ايه يا صاروخ ده؟ بصوا اللعبه فين اصلا وانا فين؟ على الخريطه. ازاي الصاروخ بقى كان هيجيبني؟ انا بستفسر بس. ايه يلا بينا. هو انا كده ممكن بقى ايه الاقي الفضائي بالفضائي صح؟ ده انا معايا شخصية الفضائي. تبقى نمرة. فضائي بيواجه نفسه. ولا ما ينفعش ولا ايه؟ عامة هيبان هيبان. ايه ده؟ الصندوق الاخضر اللي انا حاطه. الاخضر لون السرعة. شفتوش. غير وانا بلبسه. والازازة الخضراء يبقى كده عندنا حاجتين خضرا يا جدعان. الازازة الخضراء والصندوق الاخضر دول اتحطوا على السرعه الخضراء. بص بص الصندوق عامل ازاي؟ انا اللي حاطه. اوبا ولي يلا بينا اخر طريق في البتاعة. هوبا تمام. اخدت مركز اول بكراش اللي فرحان بسنانه قوي ده. وبكده اكون خلص فيديو النهارده. خلصنا جوهرتين وبكره ان شاء الله بقى نكمل. يلا سلام.